كلنا عارفين ان احمد حسن بيطلع بمقال، ولكن المرة دي اتعمل المقلب فيه. احمد حسن وزينب ومحمد منصور، حصل حوار كده من قيمة 3 ايام ولا 5 ايام، والحوار ده في الترند. الحوار ده دلوقتي في الترند، انا اول ما شفت الفيديو كان في ترند 13، دلوقتي نزل ترند 5 والحوار اتشهر جدا. قررنا اللي احنا نطلع نتكلم ايه اللي بيحصل ده. بس قبل ما نبدا الفيديو ونحكي القصه، متنساش تعمل سبسكرايب للقناه، لايك للفيديو، ويلا نبدا. سبسكرايب يا غنيم. احمد حسن طبعا معودنا على الحاجات والمقالب بتاعته كل الشقية دي، كل شوية بيطلع بمقالب جديدة. بس المرة دي ممكن ما يكونش مقلب. ليه؟ شفت الفيديو استغربت، لقيت واحد اسمه محمد مندو، ده كان بيعمل مع احمد حسن فيديوهات كتير قوي، التيم بتاعه كان التيم بتاعه من ضمن التيم. فالمهم اللي هو عمل فيديو وشتمه، شتمه هو وزينب. ليه بقى؟ ليه شتمه؟ ليه؟ مشكلة، هو شتمه عشان كان بيجي كل شوية محمد علاء مندو ينزل في التعليقات في أي فيديو يقوله مثلا هو ليه حصل كده؟ طب ليه؟ طب هو ازاي حصل كده؟ طب ليه؟ طب انت في ايه؟ انت ليه عملت كده؟ طب ليه؟ ايه كان بيمسح الكومنت بتاعه، يعني هو بيقوله يعني انت سايب الناس كلها اللي قاعدة بتشتم فيك وبتينك وجاي على صاحبك اللي انا اصلا من التيم بتاعك وبتمسح الكومنت بتاعك؟ طب ليه؟ حتى اخويا ما كانش فاهم الحوار، اخويا لسه فاهمه دلوقتي في الفيديو انا بسجله. كل اللي ده ترند عشان مسح كومنت، كله عشان مسح كومنت. على كده بقى ممكن اخويا مثلا يدخل يعلق عندي بقناته وانا امسح الكومنت، وساعتها مش هسيبه. تعالى. وطبعا زي ما انتم عارفين ان فيديوهات احمد حسن زي فيديوهات محمد علاء، الاثنين في نفس لا مش في نفس العربيه، ممكن يكون نوعيتها مختلفة شوية، بي ام دبليو مثلا، مرسيدس، ما اعرفش الناس دي بتركب عربيات، ممكن 128. واحمد حسن وزينب طلع في فيديو، طلعوا هما الاثنين في فيديو وهم قاعدين، يعني زينب قاعدة بتضحك هي واحمد حسن، وبقول احنا الموضوع ده مش هنسكت له ورفعنا عليك قضية. حسيت يعني الموضوع ممل جدا وبايخ وبايخ كده، ايه ترفع عليها عشان وما يستاهلش اللي هيطلع يتكلم عليه. المشكله اللي هو شتمه غصب عننا، محمد علاء مندو اصلا دخل شتمه في الفيديو، قعد قال لي هنا كذا وكذا وقعد يشتم في احمد حسن وزينب. فهو ممكن يكون عشان كده ففكر يرفع قضيه. والمشكله نزلت تحت في الديسكريبشن لقيت احمد حسن كاتب ايه، يا جدعان محدش يكلمني في الموضوع ده تاني، ولو اي حد عايز يتكلم يتكلم مع المحامي. المشكله اللي حط رقم المحامي وكاتب رقمه، فاللي هو يعني ازاي بقى الموضوع ده بجد ولا هزار؟ ما نعرفش لحد يعني دلوقتي احمد حسن القضيه دي بجد ولا لا. هيعمل زي قضيه محمد خالد لما جه عمل الحوار ده وقال محمد خالد اتحبس. فطبعا كل الحوارات دي افشخانات، انا شايف ان هي افشخانات، كلها فيك يعني زي مقلب سرقه الدرع. وحوار محمد خالد قال لك انا رفعت عليه قضيه وما شفناش فيه اي حاجه، ونفس الحوار ده برضك بس عشان يصنع ويطلع في الواجهة ويصنع ترند جديد. هو كل فيديوهاته مبنية على صنع الترند، اللي هو ايه، يعمل حاجة تشد المشاهد ويعمل فيها كليك بيت، بس بيعمل كليك بيت بزيادة. بس ده ما يمنعش برضك ان احمد حسن مش شخصيات اللي ناجحة في اليوتيوب، بس من ناحية اللي بتقدم محتوى لا، هي ما بتقدمش محتوى خالص، مفيش اي حاجه الواحد ينبهر بيها كمونتاج. طبعا زي ما انتم عارفين ان هو كل شويه بيطلع بفيديوهاته، فيديوهاته تحس انها متكرره. يا ترى احمد حسن وزينب هيحبسوا محمد علاء مندو؟ يا ترى محمد علاء مندو هيسكت؟ يا ترى محمد علاء مندو ممكن يمسح الفيديو اللي هو نزله؟ يا ترى محمد علاء مندو هيعمل فيديوهات تاني مع احمد حسن وزينب؟ كل الاسئله دي بتطرح من جمهور احمد حسن وزينب وجمهور محمد علاء. من رأيي انا بقول ان كل الكلام ده فيك ومقلب، وعايز يطلع ترند وعايز يجيب مشتركين ما اعرفش ازاي وعنده مليون مشترك مش عاجبينه. بس كده الفيديو خلص، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ويشغل الجرس لو حابب تتابع باقي الفيديوهات، وشوف الفلوجز اللي فاتت. صح، شوف الفلوج لسه نازل بتاع الجامعه الساعه 3، وايه تاني وشوف التحديات والمقالب اللي احنا بنعملها. بس كده بس كده كان معكم بي فيديو. سلام.